هذه الألوان مقصودة، هذا شعار الشاذين، شعار الشاذين، هذه ألوانهم أعلامهم، والناس يشترونها من باب أنها ألوان جميلة. لا، هذه ليست فقط ألوان جميلة، وإنما هي لها دلالات، فيحذر المسلمون أن يشتروا مثل هذه الأشياء لأولادهم حتى لا يتساهلوا في قبول هذه الألوان، صارت علما وعلامة على هؤلاء الشاذين الذين يسمون أنفسهم المثليين، بل هم شاذون. فننتبه لهذا الأمر إن شاء الله تعالى في شراء ما نشتريه لأولادنا، سواء من هذه أو الملابس أو القبعات أو غير ذلك.